سنذهب إلى منطقة التصريحات الآن مع عبد العزيز اليوسف يحدثنا أكثر حول هذه المباراة وفوز المنتخب الإيراني. عبد العزيز. نعم زميلي خالد، إذن يعني فاز المنتخب الإيراني في الدقائق القاتلة ويعني بنيران صديقة كما يقال. معي هنا ضيفي أيوب الكعبي. أيوب، حدثنا يعني مباراة مشيت فيها بدأتوها بشكل صحيح، لكن الرتم خف، تصاعد الرتم الإيراني ربما في مواجهة درسكم أفضل ربما كارلوس كيروش. ماذا حدث يعني خلال مجريات المباراة؟ هذا هو حال كرة القدم، إذا تضيع يسجل عليك. حاولنا أثناء المقابلة نسجل هدف، ساعة ما الحظ ما ساعفناش في المقابلة. إن شاء الله بقى لنا جمعات، إن شاء الله نحاول نحقق فيهم انتصار إن شاء الله، وبقى كل شيء ملعوب. المقابلة كانت تستفيد حدين، كانت صالحة للمنتخب الإيراني إن شاء الله. كانوا عندو الجماهير المغربية إن شاء الله في المقابلات القادمين إن شاء الله نحقق فيها الانتصار، ولما لا إن شاء الله ندوزو للدور الموالي إن شاء الله. أيوب، تقريبا كل الإحصاءات تقول أنكم كنتم الأفضل في كل شيء، حتى في يعني صحة التمرير الباصات، في كل شيء كنتم الأفضل، لكن خسرتم هذه المباراة. برأيك البعض يقول بأنكم خسرتم المباراة من العشر دقائق الأولى لأنكم لم تسجلوا. نعم، قلت لك في الأول إذا لم تسجل يسجل عليك. ضيعنا عدة فرص في بداية الشوط الأول، سجل علينا في آخر دقائق ديال المقابلة. هذا هو حال كرة القدم، إن شاء الله بقي كل شيء ملعوب كيف قلت لك. إن شاء الله نحاول ندركوا الموقف إن شاء الله في المقابلة القادمة أمام المنتخب البرتغالي. بقي الحدود وافرة بالنسبة لنا، إن شاء الله نعطيو الكل الكل. إن شاء الله بقي مقابلات إن شاء الله نحقق فيها الانتصار إن شاء الله. المدرب رينارد يعني أجرى تغيير في الدقيقة أعتقد 77، أنت كنت راضي عن هذا التغيير؟ يعني أنت طالبت أو أن المستوى تباطأ لديك حتى تم هذا التغيير؟ دي كتبقى اختيارات ديال المدرب، بل أنني غادي نخرج، خرجت دي كرة القدم. سواء دخلت انا سواء الزميل ديالي، المهم حنا كمنتخب كفريق كتيم واحد، حنا ما كيهمش دخلت انا دخل الزميل ديالي، المهم هو الانتصار ان شاء الله في المقابله القادمه، سواء انا سواء الزميل ديالي ان شاء الله، المهم هو الانتصار ان شاء الله، نفرحوا الشعب المغربي ان شاء الله. نعم، معروف الدفاع الايراني بقوته، اصلا المنتخب الايراني معروف بقوته حقيقه في الدفاع. حاولتم كثير ربما الدخول من وسط الميدان، وهذا شيء قد يكون دراسة خاطئة ربما من المدرب، المحللين يمكن أن يتحدثوا حول هذا الموضوع. لماذا لم يتم تغيير ربما الطريقة عن طريق الأجنحة أو التوغل؟ أنت كمهاجم ربما يعني هذه الأمور تعرفها بشكل جيد. نعم، معرفها بشكل جيد. المنتخب الإيراني يعرف قوة جسمانية كبيرة خصوصا في على مستوى الدفاع. حاولنا في بداية الشوط الأول نختارهم من الوسط، ساعة ما اكتبش لنا أن نسجلوا فيها أهداف. حاولنا في الشوط الثاني عبر تمريرات عرضية، ما اكتبش لنا. اليوم الحد ما كانش مجيتنا، كان مجيت المنتخب الإيراني، كيف شاف الجميع في آخر دقائق سجل علينا عن طريق ضربة خطأ الزميل ديالنا واللي سجلها. ما ياتي والد في كرة القدم، إن شاء الله نتمنى ندركوا الموقف مقابلة الجاية إن شاء الله. أيوب، أنت كنت تتوقع أن المنتخب الإيراني يلعب بهذا الشكل؟ نعم، كنت متوقع أنه يرجع للوراء ويلعب على المرتدات ويستنى الأخطاء تاعنا. جاتهم كي كنقولوا كرة قاتلة في آخر دقائق، ربي كتبها لهم. ما شاء الله مازال كل شيء وافر بالنسبة لنا، إن شاء الله المقابل القادم نعطيه كسر وكسر وندرس المنتخب البرتغالي إن شاء الله، لما لا نفوز إن شاء الله. وهو السؤال الأخير على المنتخب البرتغالي، إلى أي مدى يعني تعتقد أنكم قادرون فنيا ونفسيا الآن على مواجهة المنتخب البرتغالي؟ إن شاء الله هذه المقابلة نسويها هذه الليلة، هذه ابتداء من يوم الغد ان شاء الله نحضر المقابله القادمه امام المنتخب البرتغالي، نساود المقابله بجميع النواحي ديالها، نفكروا المنتخب البرتغالي، ندرسوا إيه كيف قلتي، مين نلعبوا على مستوى القوه ديالنا، مكامن القوه ديالنا. نعم، اذا كنا جاهزين. نعم، يوم المقابله ان شاء الله. شكرا لك زميلي اللاعب ايوب. اذا عوده اليك زميلي خالد، كلام ايوب وصل اليكم اعتقد.
بدون أدنى شك زميل عبد العزيز اليوسف طبعا أيوب الكعبيل أول مباراة له رسمية في كأس العالم بدأ البداية طبعا لكن كثير من التساؤلات قد